الفترة السابقة والنسخة الماضية للفريق السنغالي. كرة عملية وجبية ومخالفة واضحة. الحكم المساعد أيضا نبه الحكم الساحة على أنه هنالك خطأ. أجردوم يتلقى بطاقة صفراء. أجردوم يتلقى البطاقة الصفراء. الانطلاقة التي كانت من الجهة اليمنى لاحظوا كيفية بهذا الشكل. نعم تلفت بهذه الكيفية. رأسية تأتي الآن. الإنزال تحضير ومحاولة داخل منطقة الجزاء. دم لفتي تصويبه جول. والهدف الأول بإمضاء أدم لفتي. أدم لفتي الذي ظل دائما يصبو لتسجيل الهدف. حاول فأكثر من مرة وفي آخر المطاف يضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول في مباراة اليوم. 1-0 بإمضاء أدم لفتي وبمتابعة وبمواكبة من جانب لاعبي فريق الرجاء الرياضي على مستوى الخط الأمامي. كيفية وطريقة جيدة استثمار كرة داخل منطقة الجزاء.